إخواني وأخواتي، إن للتوبة نور يقذفه الله في قلبك، فلماذا نحرم أنفسنا من تذوق هذا النور؟ لنبحث في ذنوبنا، في أخطائنا، في غفلاتنا، في تقصيرنا، حتى في ذنوبنا القلبية من الكبر والحسد نبحث ونتوب إلى الله عز وجل بأن نقلع عن الذنب ونندم عليه ونعزم ألا نعود، ونجد لذة وأنوار في قلوبنا. ليش نحرم أنفسنا هذه اللذة؟ لماذا نحرم أنفسنا هذا الحب من الله عز وجل؟ أليس الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين؟ ألا نريد أن يحبنا الله؟ إذا لنتوب ونتوب ونتوب ونتذكر أن الله عز وجل بهذه التوبة سوف يفتح لنا أبواب الجنة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. من أسرار التوبة أن تترك الذنب وتترك الكلام عن هذا الذنب وتترك أهل هذا الذنب وتترك التفكير بهذا الذنب ولا تمن على الله بالتوبة، فهو الذي وفقك إليها. ثم أشغل قلبك ولسانك بدوام الاستغفار، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فإنك لو لقيت الله عز وجل بذنوب تملأ ما بين السماء والأرض، لكن عندك هذه التوبة نفعتك يوم القيامة.